عارفين ان مصر بتنتج 2% بس من استهلاكها من محصول العدس، عارفين ان احنا عندنا فجوه رهيبه ما بين الاستهلاك والانتاج، عارفين ان مساحات الاراضي اللي تقلصت بسبب التنافس الشديد بين المحاصيل الشتويه اثر على انتاجيه محصول العدس، ايضا انا عندي دعوه لكل مستثمر عايز يستثمر في المجال الزراعي لزراعه العدس، لانه اكيد السوق المصري محتاج محتاج كميات كبيره جدا من هذا المحصول. صفحتنا النهارده من اجنده مرشد هتتكلم معاكم عن العدس وعن طريقه الزراعه المثلى للوصول باعلى انتاجيه من الفدان ايضا هنتكلم عن الافات الحشريه اللي بتهدد هذا المحصول وازاي نقدر نتعامل معها برحب بيكم في حلقه جديده من اجنده مرشد مشاهدي برنامج أجندة مرشد برحب بحضراتكم مرة تانية ومكملين صفحتنا النهاردة اللي بنتكلم فيها عن العدس وهو من أهم الوجبات الشعبية لدى المواطن أو المستهلك المصري لكن يا ترى هل العدس اللي احنا بنتناوله ده بتزرع في مصر؟ مصر بتستورد قد إيه؟ إيه مشاكل زراعة العدس في مصر؟ يكون لقاءنا الاول مع الدكتور احمد جمال علشان نتعرف منه على هذه الاستفسارات وفي البدايه برحب بحضرتك يا فندم أهل اهلا بيك يا فندم زي ما بنتكلم وبنقول ان العدس من الوجبات الشعبيه اللي بيهتم بيها المستهلك المصري لكن انا عارف ان هناك العديد من الاصناف اللي موجوده في مصر ولكن معظمها ايضا كمان مستورد لو حبيت في البدايه اتكلم على هذه الاصناف قبل ما نتكلم عن التفاصيل هو بالنسبه للاصناف العدس العدس طبعا من المحاصيل البقوليه الغذائيه الهامه اللي بيعتمد عليها الفقير في طعامه وخاصه لارتفاع ثمن اللحوم الحيه واللحوم البلديه فبيعتمد على بيسموه بروتين الفقير وخاصه استخداماته في للشعب المصري وللقوات المسلحه للجيش المصري لانه عماد الغذاء بتاعهم ولكن عندنا طبعا في مصر هنا عده اصناف منها الاصناف القديمه زي جيزه 370 وجيزه 9 وجيزه 51 وجيزه 4 دي من الاصناف القديمه واستحدث حديثا صنف اللي هو سينا واحد ده بيستخدم في الاراضي الجديده وطبعا في فرق كبير بين سينا واحد وبين الاصناف البلديه القديمه او الاصناف القديمه من العدس الاصناف القديمه طبعا معروف عنها ان اللون القصر بتاعتها أو الجبه اللي بيقول عليها لونها بني وبتبقى الفلقات لونها برتقاني أما بالنسبه لسينا واحد الفلقات لونها أصفر والغلاف من بره بيبقى لونه رصاصي وحجم البذره كبير وبينفع في الأراضي الصحراويه أو الأراضي حديثة الاستصلاح وخاصة أرض سينا بيعتمدوا في زراعته على المطر فقط مجرد ما بتنزل المطر بتبقى هي دي الرايه بالنسبه له والعدس من المحاصيل اللي ما ميه كتير واقل كميه ميه ممكن ينمو عليها ويكمل دوره حياته ولكن احنا عندنا في مصر هنا احتياجاتنا من العدس علشان نوصل للاكتفاء الذاتي والشعب المصري يبقى عنده موفور العدس محتاجين مساحه من الارض تزرع 111 الف فدان علشان نوصل للاكتفاء الذاتي ال111 الف فدان دول هيعملوا لي حوالي 75 مليون كيلو لان احتياج الفرد في مصر كيلو في السنه اما في حقيقه الامر في العهد القديم في السبعينات كان بيتزرع حوالي 280 الف فدان ولكن بدات المساحه تتقلص لما وصلت لحد 2010 كان المساحه المزروعه بالظبط 2253 فدان هذا التقلص في المساحه راجع لعامل اساسي مهم قوي وهو تنافس الم محاصيل الشتويه مع محصول مع محصول العدس لان عندي محاصيل شتويه اساسيه مهمه بتعتمد عليها مصر زي القمح بيليها الفول البلدي بيليها البرسيم محاصيل بقوليه ومحاصيل غذائيه بيعتمد عليها المزارع في الشتاء وخاصه ان كل هذه المحاصيل بتتزرع في الشتاء ففي منافسات فالمزارع بيبقى اولى انه يزرع قمح في المقام الاول ثم البرسيم اذا كان عنده راعي للحيوانات او لاخره فالم المنافسه الرئيسيه ما بين القمح والبرسيب بيليها بعد كده في المرتبه الثالثه الفول البلدي او العدس فلذلك بدات المساحه تتقلص بشكل ده الحاجه الثانيه والاهم ان في مشكله رئيسيه ان العدس غير مدعوم من الحكومه الحكومه ما بتدعموش فبالتالي المزارع ما بيرضاش يزرعه اما القمح وغيره مدعم من الحكومه الا ان في الاونه الاخيره دلوقتي بدا المزارع ينتبه اليه لان وصل ثمن الارداب حوالي 2000 جنيه تقريبا الارداب ده 155 كيلو فبدا المزارع ينتبه اليه فينقصنا ايه ينقصنا الارشاد ينقصنا ان احنا نوصل للمزارع المعلومات الكافيه لزراعه القمح قصنا ان احنا ننبه المزارع ان المحصول ده مهم جدا وسهل انك تزرعه، ولكن كله بيتخوف من ان هو ما عندوش المعلومات الكافيه، ان هو عنده اولويات في الزراعه عن محصول العدس، ان هو عنده مشاكل في الارض بتاعته ما يقدرش يزرع فيها عدس، فمحتاجين ان احنا نعمل حقول ارشاديه في المحافظات كلها، بينتبه اليها المزارع ويشوفها ويشوف انتاجيتها ويبدا يعمل زيارات حقليه ليها يبدا يطبق او يعمل ابلايز لهذا الكلام في حضرتك اتكلمت عن الحقول الارشاديه واحنا نعتبر قناه مصر الزراعيه اكبر حقل ارشادي موجود دلوقتي مع المزارع وحضرتك موجود معانا ولو حبينا نتكلم عن العدس ونتكلم عن الارشادات الزراعيه اللي هي تشجعه في هذه الفتره حضرتك كلمتني عن دعم الحكومه للمحاصيل العدس بيدعم نفسه بنفسه لان هو سلعه سريعة المكسب وهيقدر ان هو يعني يستفيد من وراء زراعتها. طيب. دلوقتي احنا عايزين ندله على الزراعه السليمه، اهم الاصناف تجهيز الارض الزراعيه لاستقبال هذا المحصول. طيب هو انا دلوقتي لازم اعرف انا هزرع في اي ارض؟ هل هي ارض جديده ولا ارض قديمه؟ اذا كانت ارض جديده وخاصة وده اتجاه لكل الـ 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 كل مستحدثي زراعة العدس في الأراضي الجديدة بيبحثوا عن الصنف المناسب، فالصنف المناسب لهذه الأماكن هو سينا واحد. سينا واحد زي ما قلت لحضرتك من أحسن الأصناف في طبخ الكشري. او او في طبق الكشري احسن من الاصناف كلها لان الصنف ده فلقاته كبيره حجمها كبير وفي نفس الوقت بيستوي بس بيستوي بسرعه مده نموه في الحقل 130 يوم فده تبكير لان الاصناف العاديه بتاخد 150 يوم فده معناه انها بتتق... بتقترب من الخمس شهور، اما بالنسبه ل ال... واحد اربع شهور فقط، الى جانب ان احتياجاته للمياه قليله جدا، زي ما قلت القصره من بره لونها فاتح رصاصي فاتح، الفلقات من جوه لونها اصفر، الكوكن كواليتي او صفات الطبخ سريعه وبيستوي بسرعه جدا عن بقيه الاصناف، فاذا كنا هنزرع في الاراضي الجديده يهمني جدا ان احنا نحو... قبل الزراعه طبعا نجهز الارض كويس قوي وتكون الارض آ... يعني فيها تهوية ومفككة إذا كانت الأراضي الجديدة وبعد كده يهمني أوي أن أنا أحط العقدين ده قبل الزراعة لأن العقدين بيساعد البذرة على النمو وبيساعد البذرة على ان النبات يبقى قوي ويحصل جروسنج عالي فان انا اخلط بالعقادين بخلطه ازاي بجيب تقاوي الفدان وليكن احنا بنقول الاراضي الجديدة بتتزرع من 40 ل 60 كيلو للفدان بحط على البذرة العقادين من 200 الكيس 200 جرام بحط 3 كياس او كيسين لان الاراضي الجديدة مفتقدة تماما لهذه البكتيريا مش موجودة فيها فعلشان انميها بسرعة بخلط بحط محلول لزج على البذور وببدا احط كيس العقدين واخلط كويس وبعدين ابدا ازرع التقاوي في الحاله دي ابقى انا جهزت التقاوي بالبكتيريا بكتيريا العقدين او بكتيريا الازوت اللي هي هتساعدها على النمو ده بالنسبه للاراضي الجديده بعد ما ببدرها او بسطرها او بزرعها ما بين الاشجار او او لاخره ببدا اقسم بقى احواض على اساس ان انا الري مهم جدا لان كميه المية لو زادت عن الحد المعقول بتاثر على جذور العدس على طول وبتعمل حاجه اسمها الفيوزاريوم او خناق الجذور او عفن الجذور فاللي هو حساس للميه فبحط كميه الميه المفروض المناسبه فقط وببدا اروي على فترات متباعده لحد ما بشوف على حسب نوع الارض هل هذه الارض مناسبه ان انا اروي او لسه او ان انا انتظر شويه ده بالنسبه للاراضي الجديده اما بالنسبه للاراضي القديمه فبزرع الاصناف اللي هي جيزه 370 جيزه 9 جيزه واحد 51 جيزه 4 وبرده نفس الشيء ممكن ما اضيفش عقادين لان العقادين موجود في الاراضي القديمه كتير او اذا اضفت فانا بقول ايه المحصول وببدا احرث الارض حرتتين متعامدتين وتبقى الارض مفككه وتبقى وناعمه لان بذره العسل من البذور الضعيفه جدا وبزرع اما تسطير بسطاره القمح او ان انا بزرع بدار وبعد ما بزرع بدار بقسم احواض كل حوض بيبقى واحد ونص في واحد ونص قصبه والقصبه 3 متر 55 سم علشان اقدر اتحكم في كميه الميه بروي اربع ريات للعدس طول فتره حياته وعلى برضه على حسب نوع التربه اذا كانت التربه متماسكه بتبقى عدد عدد الريات اقل اذا كانت التربه مفككه بتبقى عدد الريات اكتر كلمتني بالتفصيل عن جميع المراحل عايز اعرف منك بقى معادلات التسميد الانسب الانسب بالنسبه لتجهيز الارض بضيف السوبر فوسفات 200 كيلو للفدان في تجهيز الارض واذا كانت مفتقده للبوتاسيوم بحط 50 كيلو بوتاسيوم الازوت بحط 200 كيلو بحط كميه الازوت بتبقى قليله لان هو بطبيعه حاله بيعمل ازوت في التربه بيستهلك منها جزء وبيسيب للمحصول اللاحق العدس ممكن المحاصيل اللي أنا أقدر أحملها مع زراعات أخرى أهم هذه الزراعات وإزاي هقدر أستفيد منها ولا هل هو مجدي تحميل العدس؟ هو بالنسبة لتحميل العدس العدس من النباتات الضعيفة القصيرة اللي ما بيزيدش طولها عن 50 سنتي فده معناه ان انا علشان ازرعه مع محصول محمل لازم محصول طوله اقل من 50 سم عشان عمليه التظليل، فبالتالي ما بلاقيش محاصيل اقل من الطول فتحميله على المحاصيل الاخرى بيبقى ضعيف، الحاجه الثانيه ان هو احتياجاته المائيه لما باجي ازرعه مع محصول محمل هو بيحتاج كميه ميه قليله لازم ابحث على محصول تكون كميه الميه زي كميه ميه العدس دول الحاجتين الاساسيتين اللي انا اقدر اختار المحصول اللي هحمله عليه الحاجتين اللي هم عشان اركز مع المزارع ان هو يكون محصول اعلى منه عشان يظلل عليه وتكون كميات المياه اللي بيستهلكها قد العدس اللي هيتزرع اقل منه عشان ما يظللش عليه تمام يعني انا لو هزرعه ازرعه مع محصول اقصر منه في الطول طبعا دي صعبه شويه علشان اساسا العدس قصير اه وكميه الميه العدس حساس للميه فما اقدرش ازرع محصول بيحتاج ميه مع محصول حساس للميه فدي مشاكل تحميله او او هو تحميله قليل علشان كده انما ممكن زراعته ما بين الاشجار وممكن زراعته على النقاطات بتاعه الشجر في خطوط او في سطور على اساس ان هو ممكن ياخد احتياجاته المائيه المحدوده ده دي بقى في البساتين بالظبط كده آه. طيب النصايح آه. البساتين والاراضي الجديده والاراضي الجديده برضه آه. نصايح عامه بقى لكل المزارعين اللي بيشوفونا النهارده يخلوا بالهم من ايه وعينيهم في الارض آه على آه مدار آه آه زراعه هذا المحصول والله هو اهم حاجه الميه الاحتياجات المائيه تكون بالمعدل المظبوط لان زياده الاحتياجات المائيه هيعمل لي عفن الجذور وهتموت النباتات زائد حاجه ثانيه يشوف في مرض تاني اللي هو الداون ميلدو او بيسموه البياض الزغبي البياض الزغبي ده بيعمل شلل للنباتات فيتابع قصة الباد الزغبي ويتابع قصة اصفرار الأوراق لأن اصفرار الأوراق ده على طول بيتبعه نقص في العناصر الصغرى اللي هي المنجنيز والحديد فإذا كان ظهر على الاوراق إسفرار الاحرف فده عليه رش على طول بالايه بالعناصر الصغرى وبيرشها مرتين مره في وقت النمو الخضري ومره تانية في وقت التزهير مرحله ف... الحصاد مهمه جدا لان المزارع بيفقد كميات كبيره من محصوله اثناء الحصاد تمام علامات النضج والوقت الامثل والمعاملات الزراعيه قبل هذه المرحله تمام في عندنا مرحلتين للنضج مرحله النضج الكامل ومرحله النضج الفسيولوجي النضج الفسيولوجي اللي هو في 70% من الاوراق طب انا مش قادر الاحظ عمليه الاصفرار ومش قادر اعرف هل الـ الـ القرون بالفعل نضجت ولا لا ان انا اهز اهز الثمار او اهز القرون اذا بدات تعمل صوت يبقى معنى ذلك ان احنا وصلنا لمرحله الجفاف ويجب الحصاد. طيب انا لما بحصد انا لما بحصد المفروض بجمع في ربط والربط دي بحط رؤوس القرون في اتجاه الدايره والجذور في اتجاه الاخر وبالتالي علشان أمن عشان أتفادى شد أتفادى المطر، أتفادى فقد المحصول، أتفادى انفراط القرون، فبخلي رؤوس النباتات داخل الدائرة وبحط في دائرة متحدة المركز والجذور في اتجاه المخالف كده أبقى حافظت على المحصول لحين دراسه. المحصول لو أنا عملت المعاملات الصح هوصل لست أردب للفدان هو من خمسة لستة أردب للفدان طيب وهاخد منه قش أو تبن لغذاء الحيوانات القش ده بيوصل لستة حمل الحمل بيوصل 250 كيلو جرام جميل قوي طيب لو عايز بقى برضو نقطة كده أخيرة لأن حضرتك قلت إن إحنا حقل إرشادي وبتنادي بهذا الموضوع المعلومات اللي إحنا قلناها دي كلها كافية لحماية المزارع وإن هي تساعده إن هو يزرع العدس طبعاً طبعا لو هو حاجه تضيفها اه لو هو تتبع المهم يكون على اتصال بالباحثين في مركز البحوث الزراعيه لان الباحثين هي اللي هتتبعه واحنا بصدد عمل مرشد زراعي للمحاصيل البقوليه في كل حوض فده معناه انه هيوصل فكر الباحث او هيوصل فكر الدكتور للمزارع وده لو تم هيبقى كويس جدا لان الارشاد حلقه الوصل ما بين الباحث في مركز البحوث الزراعيه اللي هو بيدور على الاحدث بصفه مستمره والمزارع المنتظر تحسين محصول انا طبعا في معلومه كمان وعايز اعرف مده هذا المحصول داخل الارض قد ايه 120 يوم بالنسبه للصنف سينا واحد بالنسبه للاصناف الثانيه 150 يوم مكملين صفحتنا معاكم عن العدس وطرق الزراعة الأمثل للوصول لأعلى إنتاجية من الفدان برضو لازم نتكلم عن الحماية هناك العديد من الآفات الحشرية اللي بتصيب العدس عايزين نعرف نشوف هنقدر نسيطر عليها إزاي ونتجنب هذه الإصابة لقاءنا دلوقتي مع الدكتور خيري عبد موافي وفي البداية برحب بحضرتك يا أهلا وسهلا دكتور خيري العدس وهو من المحاصيل اللي الشعب المصري ما يقدرش يستغنى عنها لأنه يعني وجبة شعبية نقدر نقول متكاملة لكن الافات الحشريه اللي بتصيبه متعدده فيا نتعرف منها عليها من خلال وجودنا مع حضرتك العدس زي اي محصول تاني من بدايه نموه بادرات لحد قرب النضج بيعتبر ماوى للحشرات الحشرات دي بتختلف من حشرات زايره لحشرات ضاره لحشرات نافعه اي محصول كده آه لكن بالنسبه آه للحشرات الضاره واهمها على العدس بنبتدي اولا بالعنكبوت الاحمر. ده خطير جدا على المحاصيل البقوليه بالذات وده لان العنكبوت الاحمر ده بيكون موجود طول السنه. خلال مرحله آه البادره للنباتات العدس آه بيصاب بالعنكبوت الاحمر آه اثناء تواجده طبعا اذا كان في ارض موبوءة أو أرض تسمح بالإصابة بالعنكبوت الأحمر حسب الظروف اللي موجودة حول الأرض إذا كانت في حشائش أو إذا كان في حقول مجاورة في مصابة بالعنكبوت ده فبيتنقل سهل جدا هو يتنقل عن طريق الخيوط الحرية أو عن طريق الرياح وبيصيب النباتات خلال هذه المرحلة وإذا لم يكافح خلال هذه المرحله ممكن يقضي على النبات هذا العنكبوت الاحمر هو افه حيوانيه طولها لا يتعدى اربعه من عشره مللي ممكن رؤيته بالعين المجرده الاناث بتحط البيض بتاعها على السطح الورق السفلي حول العرق الوسطي وبتحط البيض بتاعها يعني يصل الى خمسين بيضه تفقس هذه يفقس هذا البيض الى حوريات تتغذى على العرق الوسطي وإذا اذا لم تجد المكافحه الفوريه تنتشر الحوريات تتحول الى اطوار كامله وتتسلق النبات بواسطه تفرز خيوط حريه تسلق عن طريقها الى النبات الى اعلاه والى باقي الاوراق ثم تنتقل الى نباتات اخرى سليمه لاصابتها واصابتها كيفيه الاصابه بالعنكبوت ان هو بيتغذى بالضبط بالضبط زي المن لانه ثاقب مصفى بيتغذى على العصاره النباتيه الموجوده في النبات اللي هي اساس حيويه النبات واسس نشاط النبات. ده بالاضافه الى ان هو بيعطي نوع من القاذورات للورقه او يغطيها بنوع من المخلفات بتاعت هذه الافه ويعرضها برضك للاتربه او حاجه زي كده فبالتالي بيخلي الورقه او بيعطل الورقه عن اداء دورها الوظيفي في التمثيل الكلوروفيلي او التمثيل الغذائي للنبات. نعم ده بالنسبه لهذه الافه اللي هي بتكون متواجده على المحصول من بدايه البادره لحد نهايه المحصول اذا لم يجد اذا لم تجد المكافحه المطلوبه عشان كده احنا بنقول للمزارع انك انت لازم تتابع ارضك وخاصه من طور البادره ده لانه طور البادره بيكون معرض للاصابه بافات كتير جدا اولها واخطرها هو العنكبوت وبالتالي لابد من ان احنا يعني آآ آآ العنكبوت ده ملوش علاج الا على طول مبيد كيماوي لابد من استخدامه في مقاومه هذا هذا. خلاف بقى العنكبوت الاحمر نقدر نحذره من ايه ثاني؟ العنكبوت الأحمر ده بداية في طول البادرة وخطير جدا، لكن في حشرات أقل خطورة نوعا ما لكن مؤثرة زي مثلا صناعة الأنفاق في الأوراق. صناعة الأنفاق في الأوراق ديت عبارة عن ذبابة بتحط بيضها على الورق، البيض ده بيفقس يطلع يرقات، هذه اليرقات بتدخل جوه الورقة ما بين السطح السفلي والسطح العلوي، الورقة بين البشرتين وبتعمل أنفاق إذا وصل الأمر أن ربع المساحة الورقية في النبات كله مصاب لابد من التدخل الكيميائي. لكن غير كده فالحشرة ممكن أن النبات يعوض بالأوراق بتاعته أو بالأشطئة بتاعته أو بالفروع بتاعته ممكن يعوض الحاجات المصابة خاصة لما تكون الأنفاق عدد الأنفاق لم يبلغ اثنين أو نفق واحد. نعم. فده ما ممكن ان هو يترك ولا يعالج كيماويا يعني احنا معانا دلوقتي العنكبوت الاحمر وصناعه الانفاق في حاجه طبعا ثالثه اللي هي خنفساء العدس خنفساء العدس دي اساسا يعني بتصيب المحصول في الحقل لكن بتفضل معاه لحد المخزن وعلاج هذه الحشره يفضل هو اساسا في المخزن يعني علاجه في المخزن يتكلم عنها مثلا الاخوه الزملاء اللي متواجدين في قسم الأفات افات الحب المخزونه ده اللي ممكن يفيدك بيها لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه علشان ان احنا نعالج هذه الحشره او إن بمعنى اصح نقلل او نخفض من اعداد الحشره حتى لا تصل الى الحد الاقتصادي الحرج ليها بن بنعالجها في المخزن بان احنا اما نبخر المخزن بالمبيدات الموصى بها او ان احنا ممكن جدا ناخد نخلط زيت 100 جرام مثلا على كل 10 كيلو عدس نخلطهم مع بعضهم كده ونخزنهم ده في حاله التخزين او ان احنا ممكن جدا نسخن الحبوب لدرجة 70 درجة مئوية لمدة خمس دقائق في المخزن يعني ونسيبها. ما بنقومهاش في آه الأرض، بنقومها في التخزين لا بس. لا في الأرض ما أعتقدش لأن في الأرض الحشرة دي من صفاتها أو الحشرة الكاملة بتحط اللي هي الخنفسة نفسها من الحشرة الكاملة بتحط البيض بتاعها على الأزهار. دي أشهر حاجات ممكن تصيب العدس؟ آه دي أشهر حاجات بس العدس، طبعًا آآ آآ بتحط البيض، البيض بيفقس، هي بتتغذى كمان على مكونات الزهره من مبيض من متك ومن اعضاء يعني التذكير والتانيث يعني بالاضافه ان هي ممكن الحشره او الدوده او اليرقه لما بتدخل على الثمره او البذور نفسها بتاكل الاندوسبيرم بتاعها او الجنين بتاعها بتغذى عليه مما يقلل من نسبه الانبات لو حبينا نزرعها تاني عاوز اسهل بقى الموضوع على المزارع واقول له ازاي يحافظ على ارضه المكافحة المتكاملة ودورها في هذه الزراعة الهامة والله والله نحاول لحضرتك حاجة يعني احنا قلنا قبل كده في احتياطات عامة للمسائل ديت لكل المحاصيل أهم إيه حاجة نصف برضه عايز أعيد النظافة الحقلية, الحقلية من الحشائش أو من العوائل الأخرى الغير رئيسية غير النبات الرئيسي اللي هي ممكن تجمع الحشرات والحشرات بتيجي عليها تتربى عليها وتتنقل للمحصول الرئيسي فلابد من تنظيف الله وبعدين في نفس الوقت الخدمه قبل كده خدمه المحصول قبل زراعته واثناء زراعته وبعد زراعته. في طبعا في حرس في تسحيف في تعريض للشمس في يرقات موجوده في التربه في حاجات كتير جدا ممكن نحن نتخلص منها باتباع النظم السليمه في الخدمه الجيده للارض. دكتور حضرتك كنت بتكلمنا عن ان هناك حد للاصابه بيبقى مقبول وما بيعتبرش ان هو مرض يكافح. طيب عوامل او او مظاهر الاصابه ازاي الفلاح يقدر يكتشفها بعينيه داخل الارض بتاعته؟ هو بالنسبه للمن معروف ان النباتات النبات المصاب بالمن بيكون فيه مصفر اولا او الاوراق او العضو او الفرع من النبات او الجزء من النبات المصاب بيكون مصفر اساسا لان مصحوب منه العصاره النباتيه بالاضافه ان فيه ندوه عسليه بتكون موجوده على الاماكن على الـ 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 الورق اذا كانت مصابه او على الساق اذا كان مصاب او على البرعم اذا كان مصاب وده بيعرضه لي الـ العفن الاسود اللي هو ممكن يتخذ من هذه الندوه العسليه غذاء ليه وبالتالي ممكن ان هو يقضي على الجزء المصاب بالمن. وكمان تواجد المن على النبات نفسه. المفروض ان صاحب الارض او المزارع بيجي يتابع المسائل ديت ويفحص نباتاته ويشوف اذا كان المن اذا كان مصاب بالمن ولا لان المن اساسا بيصيب حواف الحقل في بقعه. يبص على البقعه دي اذا كانت متواجده يبقى لو رشه واحده بسيطه من اي حاجه ان شاء الله يكون ميه حتى بيقضي على المنى ده وما بيخلوش ينتشر في الارض ولا يتحول من الافراد المجنحه الى افراد الافراد غير المجنحه الى افراد مجنحه يطير ويصيب بقيه الارض ده بالنسبة للمن، بالنسبة للعنكبوت الأحمر زي ما قلنا قبل كده إن هو إن الورقة المصابة بيكون موجود عليها الأفراد متصلة بأوراق تانية بخيوط حريرية رقيقة اللي هو بيتسلق عن طريقها إلى نباتات أخرى بالإضافة إلى حتى نفس الأوراق أو نفس الشطان في النبات ايضا التغذية على الورقة بيسبب ليها آآ يعني آآ نوع من العتمة على الورقة تحجب تحجبها عن عملية التمثيل الضوء او الكلوروفيل اللي هو خاص كمطبخ للنبات يعني وبعدين الورقة بتجف وتموت والنبات عبارة, عبارة اساسا عبارة عن اوراق عشان يكون الثمرة ماتت الاوراق يبقى مات النبات دي حاجة الحاجة الثانية بالنسبة لي آآ آآ قلنا اعراض صناعات الانفاق اللي هي الانفاق الموجوده في الاوراق. كل دي الفلاح يقدر يكتشفها بعينيه في ارضه. طيب امتى بقى يبتدي يتعامل معاها ويكافحها؟ لما يشوف الـ 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 ان فيه اه توصل حد الحرج الاقتصادي بتاع الحشره من دول. بالنسبه للمن بيتفاوت من محصول لاخر. فبالنسبه لمحصول لو تلاقى يعني افراد مجنحه على النبات مؤكد في مساحه مساحه يعني كبيره من الارض مؤكد لازم يرش يستخدم العلاج الكيماوي لكن افراد غير مجنحه ممكن يستخدم اي مبيد غير كيماوي على زي زيت سوبر مصرونه زي بايوفلاي الحاجات اللي هي بدائل للمبيدات ديت ممكن جدا ان هو يستخدمها في القضاء على مثل هذه الحشره كلمنا معاكم في صفحتنا النهارده عن العدس وشفنا ازاي نقدر نزرعه وعرفنا ان العدس من المحاصيل المهمه جدا بطبيعه الحال لكن احنا نقدر ايضا نحمله كمحصول او كزراعه يمكن تحملها مع المحاصيل الاخرى كان في اتهام داخل الحلقه ان المحاصيل الشتويه بتنافس العدس علشان كده مساحاته قلت في مصر لكن في اتهام تاني حقيقي ان البناء على الارض الزراعيه بينافس العدس وبينافس المحاصيل الاستراتيجيه الاخرى شكرا لكم والى اللقاء